العاجرة. العجرة وهي قطعة خشبية رأسها مدلقم، تستخدم عادة في هوشات المدارس في الهدة، كما جرت العادة أن توضع هذه الآلة الفتاكة تحت كشن السيارة. جمبازي. جمبازي صفة تطلق على الشخص المكار الذي يتصف بالكذب وأكل أموال الناس بالباطل والضحك. مثال: فلان قاعد يتجمبز على الناس. شقردي. شقردي صفة تطلق على شخص كثير الحركة ولا يتوانى عن مساعدة ربعه ورفجانه ولا يتهرب عن المسؤولية، بما معناه أنه دائما عند ويهك. سنسون انعيه. سنسون انعيه وهو وصف يطلق على الشخص الضعيف الذي لا رأي له وليس بيده حل ولا ربط، خاصة إذا كان مسؤولا. يعني إذا مديرك بالدوام ما عنده شخصية معناته هو سنسون انعيه. أمصرقع. يطلق على فلان حار، وأمصرقع أي عصبي المزاج، لا يتحمل المناقشة ولا يستطيع التفاهم، سريع الغضب ويتوب لأتفه الأسباب. مثال: عفيرة. وهي كلمة تطلق عادة في بعض مناطق المملكة العربية السعودية وتعني الجيك، وهي الآلة التي ترفع السيارة عند حدوث البنشر، ولكنها لا تنفع عندما تغرز السيارة في الربع الخالي. مداوير وهي كلمة حسابية تطلق على القطع النقدية أي الفلوس، وسميت بهذا الاسم لأنها دائرية الشكل. أم صين. هذه الكلمة تطلق مجازا على كل ما هو قدر وكريه وخبيث الرائحة، يعني الواحد اللي صار له مدة وهو مو متسبح، أو الملابس اللي صار لها مدة ما انغسلت. كمخ. وهذا التعبير يطلق على الإنسان الأبله قليل الفطنة. مثال:
أم سجمة؟ أم سجمة وهي أحد أنواع البنادق الصغيرة الخفيفة العيار، والتي يستخدمها الكويتيون لصيد الزرازير والصاعو، كما يستغلها بعض الصبية في نقش قواطي البي بي سي. شنارة. شنارة. اختلف الكثير من العلماء المختصين في تفسير هذه الكلمة الغريبة، ولكنها كلمة يقولها بعض العرب من بلاد الشام، وتعني فيها أحد الطيور، كما يقال في الخليج زعارة ورقععي أو حميروش. طقن. طقن وهي كلمة كويتية قديمة تستعمل للذم والتحقير، فإذا غضبت من أحد تقول له أنت يا طقن، وكذلك تستخدم هذه الكلمة للأشياء الرديئة. مكشنط. مكشنة كلمة فلسطينية، ويقولها الكثير من الأردنيين، وتدور حولها الشائعات بأنها مزيج من التزاوج بين العربية والإنجليزية، وتعني بمعناها أنه عندما تطق الماكينة وتحتاج لتجفيد، أي بمعنى أن تكون ماكينة السيارة خربانة ولا حل لها، فإنك تستطيع كميكانيكي أن تقول لصاحب السيارة. على كتر. على كتر أي على جنب أو في الزاوية، وتقال عند وضع بعض الأشياء والأغراض على حدة. جقمقجة. جمقجقجة هي كلمة تعني درج السيارة، والتي يكون مكانها على يمين السائق، وعادة ما يوضع فيها دفتر الكفالة والسجائر اللف وتوابعها. خري مري. خري مري القصد منها المكان الذي لا يعرف فيه الداخل من الخارج، فيقولون الناس في هذا المكان خري مري. أزحير. أزحير تقال هذه الكلمة لأحدهم حين عدم الرضا منه، وخاصة وهو يأكل. مثال: تأكل أزحير إن شاء الله، أو عندما تقول الأم الحق ولدها أزحر، يعني مثل ابلع وهي مو راضية عنه.